اعتصم عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العلمية وغيرهم بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس أمام مقرات الشركات البترولية المنتصبة بالمنطقة وكغيرهم من الجهات للمطالبة بالتنمية والتشغيل، مهددين بالتصعيد في صورة عدم الاستجابة إلى مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة. أكثر التفاصيل مع الزميل علي بن محمد. السلام عليكم. أنا السيد قدامكم معتصم في اعتصام الصخيرة. ما طلبناش منكم حقوق، أنا طلبنا منكم التشغيل. راهي كلمة مسالمة يا ناس افهموا. المخلوق هذا عمره 38 عام، صاحب ثلاثة صغار، ما يدل عندي بشهادي مولوغاسيون. حتى كي نخدم هنا في المعامل في البريفي نلقاها تصنيفها المنطقة الصناعية بطريق صفاقس كيلومتر 83، ما هناش تصنيف الصخيرة أصلا. يا ناس افهموا، تروا فيا راني سودير كاليفي سي جي، مانيش نلعب، تفهم فيه. مشيت للحدود في ليبيا في الجزائر، لا متاني متبهذل كيما هيك. يا ناس روفوا بحالنا، شوفوا لنا ظروف المعيشه متاعنا. ما طلبناش منكم راه حاجه كبيره ياسر، قلنا لكم تلفتونا لفت التشغيل هي اهم حاجه، والنقاط رانا اللي قلنا لكم حتى شيء. واحد من الناس اللي تروا فيه يحب يستقر، نحوم على لقمه عيش هنا لاصحاب ولدي اللي للتعقد عمره 5 سنين و6 سنين، مناش من البعد من المسافات اللي نوصل ساعات. نعمل في رحله في 46 ساعه باش نوصل، من واجبي اني باش نطالب هنا لقمه عيش واستقرار حدا داري. ما طلبتش منكم حاجه اللي هي راهي حاجه كبيره.